أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد محمد. اللهم صل على محمد محمد. اللهم صل على السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعزي أهالي قرية العكر بضحايا الحادث الأليم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الصبر والسلوان، وإلى ضحاياهم الرحمة والمغفرة. نتحدث بإذن الله تعالى في ثلاث مواضيع: تسليط الضوء على تقرير الخارجية البريطانية مجددا، ونتحدث في مرور 1000 يوم على الثورة، ونختم بمعالم الحل السياسي المنشود. تقرير وزارة الخارجية البريطانية أو تقرير البرلمان البريطاني المتعلق بالبحث في السياسة الخارجية البريطانية تجاه البحرين والمملكة العربية السعودية، الأسباب التي دعت إلى هذا التقرير، مارست الحكومة البريطانية وغيرها مواقف يعبر عنها بدبل ستاندر، معايير مزدوجة تجاه حقوق الإنسان والديمقراطية في بلدان الربيع العربي وفي غيرها من المواقع. وواحدة من المواقع التي ظهرت فيها السياسة البريطانية ممثلة في وزارة الخارجية بأنها أميل إلى تحقيق المصالح الاقتصادية ولو بالتعاطي مع الاستبداد والتماهي مع القمع كانت موضوع البحرين، مما دفع الكثير من الكتاب في بريطانيا إلى طرح هذا الموضوع على مدى 2.5 سنين، وحتى إنشاء التقرير على مدى 1.5 سنة. مراكز الدراسات أيضا ذهبت إلى أن السياسة البريطانية في البحرين لا تتناسب مع احترام حقوق الإنسان المعلن ولا دعم الديمقراطية الذي يردده المسؤولون البريطانيون. حتى في داخل طبعا المعارضة أيضا تحدثت، وليس بشيء كبير، ولكن تحدثت أيضا المعارضة من خلال عدد من الأسئلة البرلمانية عن هذا المعنى وعن فحوى وجدوى وعدالة السياسة تجاه البحرين. سأتحدث عن البحرين وأترك القسم الثاني. حتى السياسيون أنفسهم يشعرون بأن هذه السياسة لم تكن سياسة أخلاقية فيما يتعلق بالبحرين. مجموع هذا الجو هو الذي دفع إلى وجود هذا التحقيق. إذا ما كانت هذه التساؤلات موجودة في المجتمع البريطاني ولم يكن هناك نوع من الضغط على البرلمان البريطاني ونوع من الضغط على الحكومة البريطانية، ما كان في داعي إلى هذا النوع من التحقيق. فكانت هذا الشعور العام بأن السياسة البريطانية ليست أخلاقية وليست صائبة في البحرين هو الذي دفع بوجود هذا التقرير. إلى ماذا انتهى التقرير بشكل مختصر؟ كنا نتجادل من الجانب الحقوقي قبل تقرير السيد بسيوني، فنحن نقول من خلال المعارضة، خطاب المعارضة،
بأن هناك انتهاكات، ونذكر من هذه الانتهاكات التعذيب وهدم المساجد والقامع واستخدام القوة المفرطة، ونذكر ما نشاهده وما نتلمسه وما يأتي الضحايا ليسجلوه. وكانت في الجانب الآخر الحكومة تنكر إنكارا مطلقا، تنكر إنكارا مطلقا وجود هذه الانتهاكات. فيجى تقرير بسيوني، وانتهى تقرير بسيوني إلى أن ما قالته المعارضة حدث، وحدث أكثر مما قالته المعارضة. هذا الذي اليوم أيضا على المجال السياسي هناك جدل، جدل مواقعي، جدل مواقعي. دعوني أقول لكم خلاصة لقاءات وخلاصة يعني السياسيون يعرفون بأن هنا واقع استبدادي ديكتاتوري، وأن هنا شعب يطالب بالحرية والديمقراطية. يعرفون هذا الموضوع تماما. والكلام عن عنصر خارجي، الكلام عن عنف، الكلام عن طائفية، يعرفون أن هذا كلام فارغ فاضي لا يغير من حقيقة المعركة القائمة. وهذه معركة نمطية موجودة في كل الدنيا التي انتقلت من الاستبداد إلى الديمقراطية. ما في شيء جديد في البحرين، يعني ما في أي شيء جديد. شعب يطالب بالحرية في قبال وضع استبدادي يستبد بالسلطة والثروة، هذا نمطية في كل مكان. ومن السهل جدا على أي إنسان أن يصل إلى هذه النتيجة بدون عناء وبدون جهد. جميع السياسيين يصلون إلى هذه النتيجة. تبقى الموضوع ليس أنه ما يفهم الواقع، ليس أنه ما يعرف الواقع، يبقى الموضوع إلى أي درجة مصالحي ممكن الحفاظ عليها وبأي طريقة. مو سؤال عن حقيقة ما يجري في البحرين. ما يجري في البحرين واضح تماما، مكشوف تماما. وهذه الأحداث يوم بعد يوم عرت الواقع بحيث ما في أحد إلى عذر، لا أحد يمكن يلتبس عليه الموضوع أبدا. ولكن تبقى هي المصالح مع منظومة مجلس التعاون، أحيانا صفقات، إحنا نبيعكم ديمقراطية ونتكلم عن الديمقراطية، والله ناخذ 100 مليار في صفقة. تبدو 100 مليار أرجح من شعارات الديمقراطية التي نتكلم عنها نحن في الغرب أو في الشرق أو في أي مكان. تبدو أن 100 مليار أثقل في صفقة سلاح، وهكذا. هذا المعنى حتى بس أوضح ليس معنى مستقر، وهو آخذ في التزلزل. وهذا التقرير هو مؤشر على هذا التزلزل. هذا التقرير هو مؤشر على أن هذه المعايير، وهذه المعايير ترى كانت موجودة في كل معركة على مدى الآن على الأقل 50-60 سنة الأخيرة أو أكثر، في كل معركة بين الديمقراطية وبين الشسمة الغرب يمارس هذا الموضوع. الحين أبرز ما المقارنة قاعدة تصير في موضوع جنوب أفريقيا، إحنا بالنسبة لنا البحرين، جنوب أفريقيا البحرين. الأسبوع الماضي أو قبل يعني أقل من أسبوع، قبل يومين ثلاثة، في أحد الكتاب المتعلق بحقوق الإنسان ذكر هذا المعنى، أن أنتون كنتون في جنوب أفريقيا، الحكومة الأمريكية بشكل عام كانت تقول مصالحنا في جنوب أفريقيا مقدمة على موضوع النضال من أجل المساواة والحرية وما شابه ذلك، وكنتون حجر عثرة أمام تصنيف جنوب أفريقيا نظام عنصري. الأمريكيين هم اللي كانوا واحد من السدود اللي مانعين. ولما جلسنا مع الإخوة في جنوب أفريقيا، سود وبيض من المناضلين، قالوا إحنا كانت علينا فترة رونالد ريغان ومارغريت تاتشر من أسوأ الفترات، بعدين شوي، لأن هذا الناس يعني ما كانوا حاطين فكرة الحرية والديمقراطية ومناصرة، حاطين المصلحة الاقتصادية ويشتغلون ضدنا. جيمي كارتر غير المعادلة، غير شوي، بعدين اللي يجي بعد رد انتكس له ريغان.
لكن بالنتيجة النهائية نتيجة إلى الحق يعلو لا يعلى عليه، دماء الناس، نضال الناس، استمرارهم، غير المعادلة. فهذاك الكاتب يقول إلى السياسة الأمريكية بشكل عام: لا تستمرون تكررون نفس النمطية ونفس الخدع التي كنتم تتحدثون عنها عن السياسة الأمريكية وأنها ذات جدوى، إذا كنا نتحدث مع النظام العنصري في الغرف المغلقة ونمارس الضغط المستمر والعلاقات الاقتصادية نفس هاي الكلام اللي تسمعونه عن البحرين يرددون البريطانيين طبعا أكثر من غيرهم. هاي نوع من في كذب عالمية معروفة، ستاندر كذبة، نمطية، كذبة نمطية. لما ما يريدون يدعمون الديمقراطية في مكان يقولون والله إحنا تعلمنا من التجارب بأن كل مجتمع إلى خصوصيته. إذا بغوا يلعنون والدين نظام قالوا استبدادي ديكتاتوري لازم يطيح، ولو يطيرون عليه الطائرات وضربونه على رأسه. إذا بغوا يدعمون نقاد فلسفة وقالوا إيه الديمقراطية لا تأتي في يوم واحد، الديمقراطية هي عبارة عن تحول وصيرورة ونمط مجتمعي ويتحول، وإحنا خلصنا الديمقراطية كم؟ إحنا صار لنا 200 سنة. أي كذب. هو يمارس نوع من الكذب والدجل السياسي المخلوط بمحاولة مبررات مكشوفة فاتشة. نمطي. اليوم كتب كاتب آخر مشهور كريستوفر في نيويورك تايمز: يا أوباما، إذا أنت تتكلم عن تابين، وكانت كلمة أوباما في تابين نيلسون مانديلا كانت كلمة فيها روح، هو يعني يشعر بهذا المعنى، وأنا أعتقد شخصيا هو يفهم هذا ويشعر فيه وعنده إيمان بما قال الشخصي، لأنه صاحب تجربة منتمي إلى ناس عانت. يعني أوباما منتمي إلى السود الذين عانوا التمييز العنصري وعانوا غياب الحريات وعانوا عدم تساويهم في الحقوق المدنية، يعرف الموضوع تماما ويعيش ويتكلم عنه بالصدق. فيقول لي الآن تكلم بهذا الطريقة عن نيلسون مانديلا وتبجل، شو اسمه، وين سياستك في عدد من الدول، ويذكر إليه وين سياستك في البحرين، وين سياستك في البحرين اللي تدعم جنوب أفريقيا، نباك نشوف دعم وتمجيد نيلسون مانديلا، تمجيد نضال نيلسون مانديلا، تمجيد سعي نيلسون مانديلا إلى الحرية والكرامة والمساواة. هناك في شعوب تناضل من أجل الحرية والكرامة والمساواة من شعب البحرين، المفروض أن أنت تكون بشكل واضح تدعم هذا النضال، ما في قيمة أخرى. هذا معنى. فهذا الجو اللي الآن موجود في أمريكا بقوة وموجود في بريطانيا بقوة أدى إلى هذا التقرير. التقرير إجا قال ما قالته المعارضة، الأفكار الرئيسية التي تقولها المعارضة سياسيا وحقوقيا. أعاد التقرير تقرير من البرلمان البريطاني، وتقرير فيه أيضا يعني مو ناس دليل مؤيدين للديمقراطية. خلنا أقول لكم اللجنة أيضا هي لجنة مركبة من المحافظين على العمال على الكذا، موازنة فيها، موازنة في تشكيلها، بس بالنتيجة النهائية في حقائق من الصعب تجاوزها إلا واحد يكون كلش صفق. ساعات لا تشوفون إذا يبون يختارون وزير إعلام يدورون واحد في صفاقة، صفاقة يعني اللي يقدر يجذب عيني عينك واحدة من هذا يصلح إلى الدكتاتوريات. دكتاتوريات ما تقدر تحط وزارة إعلام فيها شوية يعني احترام إلى ذاتها، ما يصير، لازم يكون على نسخ الصفاح، ما أدري الصحاف، القوات الأمريكية داخل بغداد وهو يقول العلوج ودبحناهم وقتلناهم، لازم يصير كذي. هاي متطلبات الدكتاتورية، متطلبات الدكتاتورية الإعلامية، هاي متطلبات الدكتاتورية في المواقع الأخرى. حاضر سيدي أنا عبد المأمور، هاي متطلبات الدكتاتورية. ما تقدر تشوف إذا الدكتاتورية اختارت شخص خارج هذا الإطار بسرعة يختلف معها، يفصل، يعزل، يهمش، لازم ما يمشون مع بعض. قال التقرير في خلاصاته: لا
إصلاح يجري حاليا في البحرين، ما في إصلاح. هو يحاكم فترة ثورة 14 فبراير. إذن وين؟ هذا بعد تقرير بريطاني، ولكن وين كل كلام المسؤولين البريطانيين؟ كلام المسؤولين البحرينيين هو تقرير بريطاني، هو يكذب هذا الدعاوي. كل الدعاوي الآن اللي تطلع أن احنا سوينا وسوينا وسوينا، يقول يعني وين كلام المسؤولين البريطانيين أنفسهم اللي دائما من يتكلمون كلمتين قدموا في مقدمتها البحرين قامت بخطوات ولكن تحتاج إلى المزيد. تقرير يقول أن هذه الخطوات خطوات شكلية، عندما يصف بأنه لا إصلاح يجري حاليا في البحرين. تنفيذ توصيات السيد بسيوني تجري بطريقة مخيبة للآمال، تعبير آخر نص. إلى من تحدث عن توصيات بسيوني وتنفيذ توصيات بسيوني؟ وجابوا تقرير قبل سنة وشوي وتلوه وقالوا نفذنا تقرير بسيوني، وجابوا تقرير عقبها يردون يقولون نفذنا. هذا التقرير يقول لا تنفيذ تقرير بسيوني مخيب للآمال، فشل لا يمكن وصفه، فشل لا يمكن وصفه. لأن تقرير بسيوني يعني في الجانب الحقوقي ما أحد يتوقف في تنفيذ توصياته إلا الناس اللي موغلة في يعني القمع، عقلية القمع والفضاعات، فضاعات تعذيب ناس. إلى أي مدى لا زالت في ناس منحرفة الفطرة تعذب؟ إلى أي مدى في ناس منحرفة الفطرة وتتعنون بالإسلام وتهدم مساجد وتعيق بناء مساجد؟ فعندما يجي ويتلكأ في تنفيذ توصيات بسيوني ويبرئ القتلة حتى يشجعهم على مزيد من القتل كما نشاهد من السلوك اليومي، فيصير التعبير مخيب للآمال، يصير التعبير عنا غير معقول، يعني سلوك غير معقول لا يمكن وصفه. ينتقل إلى فكرة ثانية ويقول لا زالت الانتهاكات مستمرة، مو تنفيذ بسيوني فقط ما سووه، وهذا اللي تقول المعارضة، مو تقرير بسيوني ما يتم تنفيذ، الانتهاكات مستمرة. يصف العديد من السياسات بالرجعية، قول سياسات النظام البحريني سياسات رجعية، ويذكر بما في ذلك منع الاحتجاجات وتوقيف المتهمين بأهانة الملك على تويتر وسحب الجنسيات. هذا بعد التقرير يبدو أنه لم يستوعب بعد التوصيات 22 ومنع الممارسات في العاصمة بشكل رسمي وحبس الآباء. سحب الجنسية يشير إلى سحب الجنسية اللي تم قبل سنة. لا يستوعب هذا لأن فيها يبدي امتعاضة واستياء من منع جماعات المعارضة من لقاء السلك الدبلوماسي واحتجاج خليل المرزوق، ويضيف تعليقات وقلق واسع عن استقلال القضاء في البحرين، ويصف المشاكل الموجودة في البحرين بأنها من صنع القيادة السياسية، وأن سلوك السلطات في معالجة أحداث ثورة 14 فبراير كان عدائيا. شايف؟ عدائيا، سلطة تمارس العدائية. هذا ليس كلام المعارضة، هذه نصوص تقرير برلمان بريطاني. توصيات التقرير
يوصي التقرير بتقييم قرار منع اللقاء بالمعارضة، ويوصي بعدم الاعتناء بهذا القرار واللقاء بالمعارضة في كل وقت يحتاج اللقاء فيه للمعارضة. يوصي التقرير بالعمل على السماح لوصول المنظمات الحقوقية إلى البحرين، واحدة من السياسات الرئيسية، والأمس مانعين، اليوم يمكن أو أمس مانعين، بس واحد يدرس واحدة واحدة يدرس علوم سياسية في جامعة بيروت قالوا لي أنت تشكل خطر على الأمن، شكل خطر على ليش على الأمن؟ قالوا لي أوليه شكل ليش على الأمن؟ بس قالوا أنت مش مسموح لك بالدخول. قبل بيومين مانعين محامي بريطاني جاي حتى يحضر محاكمة خليل مرزوق، قبل 3 أسابيع مانعين ناشط حقوقي ومحامي يحضر محاكمة ناجي فتيل، وهكذا، وعدد من الصحفيين. كريستوفر هذا اليوم اللي كتب هذا المقال عن مسألة أوباما وخطابه وموضوع البحرين، إجا البحرين أيضا في آخر زيارة إليه وقعدوا في المطار وعدم السماح إليه، محاولة لإخفاء حقيقة ما يجري. الإعلاميين تم اتخاذ سياسة بحجب الإعلاميين، وتم اتخاذ سياسة بحجب الحقوقيين، وحتى الناس اللي يشتغلون في مراكز دراسات وبحوث أيضا ما تطلع نتائج عملهم بسرعة أيضا ممنوعين، مثل هاي الباحثة أو الكاتبة. الضغط للسماح للمقرر الخاص بالتعذيب بزيارة البحرين، وهذا المنع ناتج من سبب بسيط جدا، أن هناك سيصدر هذا التقرير، سيصدر مهما فعل النظام سيصدر هذا التقرير. في أشياء ما يمكن إيقافها، يمكن تأجيلها، تلاعب فيها. المساجد على سبيل المثال ستبنى رغما عن أنف أي واحد في هالبلد، ما تقدر توقف بيوت الله، إلها قدرة وطاقة أن تهزمك، بتلف بتدور بتتكلم بتسوي، المساجد بتنبنى اليوم بكرة بعد بكرة بتنبني المساجد. الفكرة الثانية أيضا زيارة المقرر الخاص للتعذيب، هذا نوع من التعهد الدولي، نوع من القرار الدولي، نوع من الجسم، واضح جدا إمكانية الهروب من عنده غير ممكنة. سيصدر تقرير دولي في يوم من الأيام من المقرر الخاص أو من لجنة تحقيق أعلى من عنده تقول بأن هذا النظام مارس التعذيب بشكل ممنهج من ثورة 14، نترك ما قبل ثورة 14 فبراير، ولكن من ثورة 14 فبراير حتى اليوم الذي أتكلم فيه الآن 13/12/2013 مارست هذا النظام التعذيب بشكل مهم. هذا التقرير راح يصدر كما صدر تقرير بسيوني، ليس بإرادة محلية، بإرادة دولية، ونتيجة لتدافعات فرضت تقرير بسيوني. ستصدر تداعيات، ستنمو ظروف بحيث يصدر تقرير بأن هذا النظام مارس التعذيب، ما في مفر. الحاجة إلى الضغط وإجبار البحرين على تنفيذ توصيات بسيوني، دعوة البحرين جديا للالتزام جديا بالحوار بهدف تجديد الثقة في مع أهلها ومع شعبها. يشير هذه التوصية إلى أن النتيجة التي ينتهي إليها هذا التقرير بأن البحرين لا تمارس حوارا جديا، ما تمارس حوار جدي، تمارس حوار شكلي التفافي، لذا يوصي بجدية الحوار. توصية أخرى بعدم منع تراخيص لتصدير أسلحة يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي. هنا تقدير طبعا إلى هذا الموقف في بريطانيا، في فرنسا، في أمريكا، تم اتخاذ من مارس 2013 تم اتخاذ هذه القرارات، ولحد الآن هذه القرارات صامدة في التفافات ما هي متعلقة بأدوات القمع المباشرة في الطيارات، في البواخر، في ما شابه ذلك، يبررون بأن هذه ما تتعلق بالقمع المحلي، ولذا النظام يلجأ إلى مكانات أخرى لشراء أدوات القمع. فكانت طبعا تشوفون بداية الانتفاضة كان USA هي مسيلات الدموع،
الآن اختفت هاي، حتى تجي مسيلات سوداء ما معروفة من وين، تشترى من السوق السوداء، أو يتفق مع جنوب المدري كوريا الجنوبية أو غيرها. أنت ما دامت دولة وعندك فلوس تدفع تحصل سلاح، وأنت سلاح اللي تبى حقه مع ناس عزل، يعني ما تبى سلاح حتى تواجه عدو خارجي، فالسلاح مال القمع الناس العزل تحصله الدولة، أي دولة تحصله، أي دولة تقدر تحصله، لكن خلنا تحصله بطريقة ملتفة، مثل ما يروحون تجار الشنطة وتجار السوق السوداء يدورون أمشاء الممنوعة، يروح النظام يدور أشياء ممنوعة. اليوم في تقرير بأن زادت مبيعات السلاح من صفر إلى رقم معين 250 في سنة 2011 من كندا. ما كنا نشتري سلاح من كندا، لأن الأمريكيين البريطانيين الفرنسيين عدد من الدول الأوروبية وقفت مشكورة هذا التصدير، فيحاول يلتف عليه، وموجود أكيد موجود في البرازيل، موجود الدول اللي ما ترعى هذه الجوانب، ما في هذا التنظيم، ما فيها شو اسمه تحصل سلاح مو، ولكن خلي يكون صعب. يجب أن لا يكون هناك توصية هامة، يجب أن لا يكون هناك دعم غير مشروط بسبب عدم وجود إصلاحات وعدم احترام حقوق الإنسان. هذه توصية رئيسية. أنتوا خلاصتها يعني خلاصتها أن أنتون يا وزارة خارجية مارستوا نوع من الدعم تقريبا غير المشروط في تعاملكم مع النظام البحري. هذا الصيغة يجب أن تنتهي، لأن أنتوا ساهمتوا في أن يجي الفورمولا، ساهمتوا في موضوع الطيران يجي البحرين، هذا معرض الطيران ساهمتوا، ساهم اشتغلوا في كثير من تسويق البحرين. رسميا يقولون لا احنا ما نسوي شيء الشغلة، بس هذه المصادر ما تقدر تجي إذا ما كان في نوع من التوجيه ونوع من الملاطفة ونوع من فيقول يجب أن لا تستمر هذه السياسة، ويجب أن تربط هذه السياسة بالإصلاح الحقيقي. إذا لم يوجد تقدم مع بداية سنة مع بدء سنة 2014 على الحكومة أن تعبر عن وضع البحرين بأنه بلد مصدر قلق. إذا ما في إصلاحات حقيقية سريعة حقوقيا وسياسيا، على البحرين أن تتحول إلى مصدر قلق. لا أستطيع أن أقول بأن الخارجية البريطانية ستلتزم بهذا التقرير، ما أعرف الآليات، ولكن هذا تقرير ليست توصيات معارضة وليست خطابات معارضة. إحنا المعارضة أنا أقول لكم بالبساطة، قلنا هذا إلى الخارجية الأمريكية بطريقة أو بأخرى من خلال اللقاءات الشفهية ومن خلال المكاتبات، إن اللي قاعدين يسوونه هاي اللي قال التقرير هذا، قلنا لهم، وقلنا لهم نفس النتائج، وقلنا لهم أن هذا قاعد ينعكس سلبيا على سمعة بريطانيا، وأن الكثير من الناس والمجتمع تنظر إلى سياستكم بطريقة سلبية، وهذه الشريحة تتوسع تتوسع تتوسع، وهذا استراتيجية مو زين إلى مصالحكم. هذا اللي قاله التقرير. ولكن مؤشر هذا التقرير مؤشر هام جدا. كما كنا نقول هاي تقرير بسيوني، من يناقشونا أحد في الدنيا نقول له هاي تقرير بسيوني، وهذه تعليق المجتمع الدولي بأنه لم ينفذ، اسكت. هذا التقرير بعد بهالوزن لأنه صادر من البرلمان البريطاني، قول له هاي تقرير البرلمان البريطاني، وكلام المعارضة هذا تقرير البرلمان البريطاني، خلاصة تقرير البرلمان البريطاني، هم يسكت. وهذا اللي صار يعني في عدد من اللقاءات اللي جرت في حوار المنامة، نجي في النقاشات، فهاي من يقدم هاي النوع من الوثيقة الطرف الآخر يلقم حجر، الموضوع يصير. هذا يكتسب أهمية كما تقرير بسيوني في الجانب الحقوقي، هذا يكتسب أهمية حقوقية سياسية. أولا هو يعطي المؤشر بأن الحليف ما يستطيع مع استمرارك في الانتهاكات وخروجك وتعيش حالة خارج العصر، ما يقدر يدعمك باستمرار، تصير أنت وبال عليه، تصير أنت وبال عليه. شو كسبت الحين السياسة البريطانية من دعمها إلى القمع في البحرين، أو تغاضيها عن القمع في البحرين، أو معاملتها اللطيفة مع القمع في البحرين؟ هاي التقرير، فتصير وبال عليه، لابد أن يتخلى عنك، وهذا ما يحدث بطريقة
يعني متزايدة. هذا ما يحدث بطبيعة متزايدة على الجانب الحقوقي من زمان، ولذلك يسهل صدور تقارير توقع فيها 47 دولة وتوقع فيها 26 دولة وتوقع فيها دول عديدة بجهد نسبيا محدود. وهذا ما يحدث على الجانب السياسي، والجانب السياسي صعوبة أكبر، ولكنه قاعد يحدث، قاعد يحدث، والبوصلة تصب لصالح الثورة ومطالبها العادلة كما صبت لصالح الأفريقيين في جنوب أفريقيا ومطالبهم العادلة بالمساواة وبالحرية وبالكرامة. قبل تقريبا شهر قطعنا 1000 يوم في ثورة سلمية مستمرة لم يفعلها أحد من الثورات العربية حتى هذه اللحظة، مع وجود مظاهر للثورة مستمرة في مختلف البلدان التي خاضت التحول والتغيير، اليمن ومصر وتونس وليبيا عندها وضع معين وسوريا عندها وضع مختلف. هذه الثورة المستمرة بإطار سلمي تقريبا هي الثورة الأبرز في ثورات الربيع العربي. في مثل هذه الذكرى يتقدم الإنسان بالشكر والثناء إلى هذا الشعب الذي استطاع أن يستمر وبسلمية، الذي استطاع أن يستمر وبسلمية بالرغم من كل حملات القمع، بالرغم من كل محاولات تكميم الأفواه، إلا أن هذا الشعب لم يتراجع واستمر في ثورته، ويعطي المؤشر بأنه سيستمر في هذه الثورة وإن تطلب 1000 آخر وألف آخر وألف آخر بلا نهاية حتى يتحقق مطالب المشروعة والعادلة، وحتى بتعبير أدق تنتزع مطالب المشروعة والعادلة. 1000 شهر مليئة بالضحايا من الشهداء، الجرحى، معتقلين، نساء، رجال، أطفال، مهجرين، مفصولين، نظام مارس الإرهاب وبث الخوف والرعب في نفوس كل من يستطيع، آباء، أمهات، عن طريق المداهمات، عن طريق نقاط التفتيش، عن طريق مطاردات، غيرها من الوسائل، خلف ضحايا بعشرات الآلاف. التضامن مع الضحايا في كل موقع من المواقع، والإعجاب بهذا الصمود الأسطوري التاريخي الذي يحقق هذا الشعب. لولا صبر هذا الشعب، ثباته، تغليب العالي إلى مصلحة هذا الوطن، وكظم إلى ما يثير الغيظ، البحرين كانت لا تتحول إلى حرب، البحرين تحت هذه الضغوط وفقا إلى ردود الفعل الاعتيادية كنا ممكن أن ندخل في حرب. ولا أحد يستسل بهذه العبارة أو يقول أنها لا تحدث، لا تحدث، في اليمن تحدث، وفي سوريا تحدث، وفي ليبيا تحدث، وفي البحرين يمكن أن تحدث. لولا حلم المعارضة وقيادة المعارضة ووعي هذا الشعب بتجنيب البحرين التحول إلى صراع مسلح كانت تحولت البلد إلى هذا الصراع. هذا ما حدث لأن المعارضة بإصرار رفضت هذا المنحة، هذا العنصر الوحيد الأساسي الذي منع أن تتحول إلى صراع مسلح عسكري. تعدنا عن هذا التحدي، ولكن الخطر ما زال بالكامل،
يبقى هذا الخطر محدق. ألف مضت والشعب يقول إنه على استعداد إلى ألف أخرى. وأقول إلى من يراهن على القمع، إلى من يراهن على البطش، إلى من يراهن على إلغاء المواطنين المعارضين سنة وشيعة، لم يعد هذا ممكنا. أنت تعيش خارج التاريخ، تفكر بعقلية خارج الزمن، مغرور بأدوات القوة التي بين يديك، ولكنها لن تجدي ولن تنفع. معالم الحل السياسي المنشود، أريد أن أتكلم بعض الكلمات تعليق على شيء بسيط. الحل الذي تحتاجه البحرين حل ينطلق من المساواة بين البحرينيين، فأي حل يأتي لتكريس واقع التمييز، القبيلة أسرة آل خليفة غير أسر فلان غير، السنة غير، الشيعة غير، هذا ما هو حل، هذا شيء من السلبيات، هذا شيء من تركيز جذور الأزمة، لازم ما نفكر فيه. إذا في أحد بيدعي أنه يحب البحرين، يدعي أنه يريد مصلحة البحرين، لازم ما يتمسك بأسباب المشكلة في البحرين. واحد من الأسباب الأساسية للمشكلة في البحرين عدم المساواة بين المواطنين، تمييز، تقسيمهم. فمن تجي إلى حال تتكلم فيه على أسس تمييز وتقسيم، أنت ما تبحل، أنت ما تتكلم عن حل، أنت تتكلم عن تجدير مشكلة، تدوير أوجه مشكلة. العنوان الآخر له علاقة بالعنوان الأول، ولكن حبيت أميزه، أن ينطلق الحل من المواطنة. من تقول حل لازم تركز فكرة المواطنة حتى ينبني الحل على أساسها. بحرينيين جميعهم مواطنون، بحرينيون لهم نفس الحقوق، عليهم نفس الواجبات، فما يجب أن تقول كلام آخر يختلف مع هذا. فما يجي تقول انقسم الدوائر 50-50، أنت تميز بين المواطنين. ما تجي تقول أن الأمن ممنوع على الشيعة، ما هي المواطنة؟ وين المساواة؟ وين المواطنة؟ ما تقول هاي المناصب العليا حكر على آل خليفة، وين المواطنة؟ يجب أن ينطلق الحل من تطبيق القاعدة الدستورية الأساسية، الشعب مصدر السلطات جميعا. يجب أن ندرك أن هذه ليست عبارة تكتب من أجل تزيين، هذه حقيقة واقعة في النظام السياسي الحديث المستقر. لا استقرار لأي نظام سياسي لا تنبع السلطات فيه من الإرادة الشعبية. وصلنا إلى مرحلة الكفران المطلق بالأنظمة التي لا تنبع من الإرادة الشعبية، والتي تغيرها الإرادة الشعبية بدون قطرة دم واحدة، تغيرها الإرادة الشعبية بورقة حقيقية توضع في صندوق. الورقة الحقيقية في جنوب أفريقيا وضعت أوراق على مدى أكثر من 60-70 سنة، يمكن أكثر، لأنهم جنوب نظام ديمقراطي عنصري، ديمقراطي بين البيض عنصري وتمييز ضد السود، فطاول عمرهم كانوا يفلتون أوراق في الصناديق، وإحنا أيضا نفلت أوراق في الصناديق، لكن الورقة الحقيقية اللي وضعت في الصندوق هي ورقة نيلسون مانديلا في 94. هذه الورقة التي تحتاجها البحرين، تحتاج أن الورقة تغير الواقع بدون مسيرة وبدون اعتصام، بدون قطرات دم، بدون إرباك للاقتصاد، وبدون كل المشاكل. النظام السياسي لابد أن ينبع سلطاته من إرادة شعبه، ولابد أن تكون إرادة شعبه بهذه الطريقة المنظمة الديمقراطية قادرة على التغيير هذا النظام. ما يستقر النظام اليوم، لم يعد بإمكان استقرار البحرين بغير هذا النوع من النظام، ما عاد بالإمكان. إحنا ما عندنا خيارات متعددة، عندنا هذا الخيار أو خيار استمرار هذا الواقع وتداعياته وسلبياته،
أو الذهاب إلى الصدام وتوسع الصدام ليتحول إلى صدام سياسي وصدام عسكري في أي لحظة لا سمح الله. هاي الخيارات المتاحة كتبها تقرير قبل سنة وشوي من شتم هاوس. يا أخي أي واحد يفكر بمنطقية هاي اللي بيشوفها قدامه. يعتمد هذا الحل، يجب أن يعتمد هذا الحل على المعايير الإنسانية السائدة والمقررة دوليا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ويجب أن نأخذ الكلام الذي يتحدث عن الخصوصية وعن الدين بصورة قمعية وعن العادات والتقاليد ونخلها لائمة ونحطها في الزبالة، لأنها لا تفرز إلا نتانة وقذارة وروائح جيفة. تركنا نترك الكلام في معايير إنسانية مستقرة. أي بلد يريد أن يحترم نفسه حاكم محكوم يجب أن يعود إلى هذه المعايير المستقرة. هاي ما هي معايير مالت أوروبا ولا ما عادت معايير، هي معايير إنسانية ثابتة: الكرامة، الحرية، احترام الإنسان، حق الإنسان في التعبير، حق الإنسان، حق الإنسان في اختيار حكومته، تبديل حكومته، مراقبته. في قيم صارت ثابتة، في قيم ثابتة يعني مو محل جدل، ما لها علاقة بالأديان. الديمقراطية ليست ولادة مسيحية، لا أحد يكذب. الديمقراطية هي ولادة فكر إنساني بشري، لأن الأفكار الدينية مع شديد الأسف قدمت الدين بشكل خاطئ، قمعت باسم الدين، سرقت باسم الدين، زنت باسم الدين، قتلت باسم الدين، شوهنا الأديان كلها، شوهنا الأديان كلها، فكفروا الناس الأوروبيين بالدين اللي قدموه إليهم، وإحنا بعد كفرنا بالدين اللي قدمت إلينا الأنظمة، فجابوا لهم إطار فكري نظري إنساني عقلي حتى يخرجون من التقديمات الخاطئة. لو أحسننا تقديم الدين تشبثت به مو الشعوب الإسلامية، حتى الشعوب الغربية، لكن ما حد قدم دين. يجب أن يعتمد المعايير الإنسانية السائدة والمقررة دولية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي وأمثالها، يحقق العدالة لجميع البحرينيين. في مفارقة في هذا البلد، ساعات يقولونها الغربيين بس الرد عليها سهل، يقولون بس أنتوا لازم تطمنون الأسرة الحاكمة وتطمنون السنة. إحنا الآن أستاذ عبد الوهاب المسجون هو اللي يطمن السنة، آباء الشهداء اللي الناس اللي منتهكة بيوتهم ليل نهار، المهدومة مساجدهم، هي اللي تطمن، هاي اللي تطمن. واللي قتل واللي هدم واللي سرق واللي سوى واللي كذا، هذا مو لازم يطمن انه لن يسرق لن يقتل لن شو اسمه المرة الثانية؟ مو كذي المنطق؟ ومن يطرح هذا؟ لانه يطرحون عليه بس هاي اغلبية واغلبية عددية، وتعرفون اذا سوينا انتخابات وديمقراطية بعدين يسوون فينا، ويجيبون يقولون يسوون فينا مثل العراق، ما بدخل في وش صار في العراق، يسوون فينا وكذا وكذا. احنا نبى تطمينات، انت لا تبى تطمينات؟ شو الصورة المقلوبة؟ هل انقتلوا ما يبون تطمينات أن ما تقتلهم مرة ثانية؟ هل مسجونين ما يبون تطمينات أنك ما بتسجنها؟ أروح أزور بعض الأسر، الجد مسجون، الأب مسجون، الابن مسجون، دوينا في أي دنيا؟ ما في كذي، ما في، ما في، ما في. أستطيع أن أدعي ما في شعب سجن قد شعب البحرين بالنسبة، ما في في الدنيا كلها، وكلهم تعذبوا، كلهم تعذبوا. من هو اللي يبى تطمين؟ من اللي يحتاج إلى تطمين؟ بالرغم من ذلك أقول النظام السياسي الذي يجب والحل السياسي الذي يجب أن يولد يجب أن يكون حل ونظام سياسي عادل يحقق العدالة ولا يسمح بظلم أحد. هذه واحدة من إنجازات نيلسون مانديلا، أن النظام السياسي الذي انولد ليس لوحده ولكن كان العمود الفقري وكان رأس الموضوع، أن نظام جنوب أفريقيا لن يظلم البيض،
موفقك يحقق العدالة للسود، لا يظلم البيض. النظام المطلوب هنا مو يحقق العدالة فقط للشيعة لكونهم أغلبية، لا يظلم السنة ولا يظلم أي أقلية. هذا التحدي والمعارضة على هذا المستوى، هذا التحدي. وعندما تطرح طروحات عندها القدرة أن تطرح طروحات تحقق هذا، بحيث يكون هذا النظام عادل ويحقق مصالح جميع البحرين. على ضوء هذه المعايير، إذا جتك بعض الأفكار يقول لك 50-50 دوائر، 50-50، واحد يقول لهم، نقول له زين بعد في وزارة الدفاع بعد 50 شيعة 50 سنة، وزارة الخارجية 50 شيعة 50 سنة، في الجهاز المركزي للمعلومات 50 شيعة 50 سنة، شو يعني؟ بعد ينطم حلقة ويمشي. يتكلم البعض عن مجلس الشورى، ولا بد أن يكون مجلس الشورى صمام. أم صمام أمان لماذا؟ للديكتاتورية؟ لا، وإيش صمام أمان؟ صمام أمان للديكتاتورية، للاستبداد. وحكومة تلف وتدور تلف وتدور، تطلع حكومة تعيين. هذه أفكار معيبة خاطئة، لا تدرك ما تحتاجه البحرين اليوم، وهي محل سخط شعبي وازدراء وتهكم وتكريس إلى الأزمة وتوسيع للأزمة. علينا أن نفكر بهذه الأفق التي طرحناها، ننتمي للإنسانية، نطلع نخرج إذا أردنا. صحيح صحيح نلسون مانديلا كبير، ولكن أيضا ديكليرك كبير، وقد يكون ديكليرك أعظم في هذه النقطة من نلسون مانديلا. الشخص اللي عنده السلطة وعنده خامس جيش في العالم ويختار أن لا يدخل في عملية استمرار القمع والحرب مع الشعب، شعب الأسود وهو أبيض، وعنده القدرة الاقتصادية، وإيش اللي يمنعه؟ إن هذا سيستمر ينهك جنوب أفريقيا في حرب داخلية بين السود والبيض. هذه الإنسانية ديكليرك والحزب اللي كان حاكم في تلك اللحظة، وهي القرارات الشجاعة اللي هي على نفس مستوى شجاعة قرار مانديلا بالمقاومة، هاي ما تحتاجها البحرين. خليل كنا في لقاء مع الأوروبيين، مثل الاتحاد الأوروبي، فقال لي عندنا ترى عندنا 5-6-7 قد لا تبى نيلسون مانديلا، بس ما عندنا ديكليرك واحد، ما عندنا ديكليرك واحد. ديكليرك يرى مصلحة جنوب أفريقيا، وعنده كل أدوات القوة، وفي عنصريين، في ناس من البيض العنصريين اللي يقولون لا يجب أن نسحقهم دلين السود ونستمر. خلقوا حرب بس في 3 سنوات 4 سنوات اللي طلع مانديلا من السجن إلى أن ما صار الاتفاق، حركوا زولو ضد المؤتمر الأفريقي، سووا شو اسمه، راحت فيها 20-30 ألف قتيل داخل السود بعضهم البعض، مخابرات تشتغل وتسوي الشغل. قلنا نمشي كذي، احنا عندنا هاي العقلية تقول كذي. هذا لا يسمونهم فريق عنصري في جنوب أفريقيا من البيض، كانوا يرفضون فكرة المساواة. احنا عندنا نفس هاي العقلية اليوم موجودة، اللي يحب البحرين يكون يفعل ما فعل ديكليرك من جانب، ويفعل ما فعل مانديلا من جانب آخر. مانديلا أساسا يقول الحل القادم فيه عدالة للسود والبيض، هاي شجاعته. وديكليرك يقول هذه اللا عدالة التي يمارسها البيض يجب أن تنتهي إلى عدالة المواطنة. هذا الذي نقد جنوب أفريقيا، وهذا الذي تحتاجه البحرين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، ارزق أهله من الثمرات، ألف بين قلوبهم،
اتبعهم على الخير والمحبة والهدى. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.